صباح الخير من ازمير. في البدايه حابب اشكر جدا كل اللي اهتم وسال عليا. للاسف كان يوم صعب جدا على مدينه ازمير بالكامل. بصراحه كان زلزال مرعب، يعني قوه الزلزال كانت شديده جدا، لكن الحمد لله يعني انا بخير، والمنطقه اللي انا مقيم فيها هنا الحمد لله ما فيش اي نوع من الخسائر او الضحايا. لكن للأسف يعني في أكتر من منطقة حصل سقوط لعدد من المباني، وفي يعني عدد من الضحايا. للأسف أيضا في قرية اسمها سيازك، حتى كنت زرتها في أحد الفيديوهات. للأسف القرية بالكامل تقريبا شبه غرقت، حصل إعصار أو تسونامي، فحاليا يعني الوضع في القرية سيء جدا. حاليا أنا في اليوم التالي للزلزال. طبعا جميع هنا بيكون متوقع توابع للزلزال، وحصل بالفعل يعني قبل ما اسجل الفيديو ده من الساعة 8 الصبح تقريبا او 8 ونص بالتحديد كان حصل زلزال اخر، لكن قوته كانت اقل شوية، لكن الحمد لله يعني عدت على خير. بشكر مرة تانية كل اللي سأل عليا، وان شاء الله يكون الجميع بخير وسلام. ونصيحة لأي حد بيتفرج على الفيديو ده حاليا، يعني حاول تعمل سيرش او بحث تشوف المفترض تتصرف ازاي بالتحديد في حالة حدوث زلازل، لان للاسف يعني اي مكان في العالم معرض لنفس الموقف. عامه حبيت اطمنكم، الحمد لله حاليا الاوضاع افضل بكثير في مدينه ازمير، وان شاء الله تمر الايام على خير على الجميع.